مرحبا يا مس، كيف حالكم؟ اليوم رح نبلش درس جديد بحكي عن plants around us. We see different types of plants in the park or the garden. Some plants are tall and strong, some are small. بحكي انه احنا بنشوف النباتات المختلفة والانواع المختلفة من النباتات بالحديقة او بال يعني الاماكن اللي احنا بنقدر نزرع فيها شجر، ممكن على الطريق، ممكن محل ما احنا نوصل في السياره جنب الطريق يكون في شجر. بعض النباتات بتكون قويه وطويله، وبعضها بتكون some are small صغيره. tall and strong plants are tree. they have thick brown stem called a trunk. They have many branches. They live for many years. A palm tree can live for hundreds of years. بحكي لك إنه النباتات بتكون طويلة وقوية وتمتلك مثل thick سميك brown بني stem يعني فرع أو لا غصن stem. تمتلك انه جذوع قوية لونها بني تسمى جذع. هيها تسمى جذع. لها العديد من branches فروع. تمتلك العديد من الفروع وبتعيش لسنوات عدة. والبالم يعني نخيل. palm tree يعني شجرة النخيل، بتعيش لا إلى مئات ألوف السنين. shrubs الشجرات are smaller than trees، يعني الشجرات أصغر من الأشجار الكبيرة مقارنة، بيقارنوها بالأشجار الكبيرة هي أصغر. they have hard stems. they have many branches. most shrubs live for several years. انه هون بحكي لك انه هي بتمتلك سيقان صلبة، بتمتلك العديد من الفروع وبتعيش لعدة سنوات. مثل الوردة، نبات القطن، شايفين؟ herbs الأعشاب. small plants they have soft green stems. many hearts live only for a few months. هون بحكي لك بشرح لنا عن الأعشاب إنه هي نباتات صغيرة بتمتلك نطلع هون يعني بتمتلك جذع أو فروع بتكون لينة يعني مش صلبة زي الأشجار، وهي أكترها شائع، وهي بتعيش بس لشهور عدة بس. بس بنخلص الدرس المرة الجاي بنكمل الدرس وبنحل الأسئلة مع بعض. يعطيكم ألف عافية يا مس.